صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس إن العباد يظلمون الله تعالى بالشرك؟ نسأل الله العافية. هذا كلام باطل، الله لا يظلم، لكن يظلمون أنفسهم، يظلمون أنفسهم بالشرك وبالمعاصي. أما الله جل وعلا فإنه لا يتضرر ولا يظلم سبحانه وتعالى. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي تنفعونني. نعم.